لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بكم سيدي. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. كيف تفسر عدم حسم الحقائب الوزارية والمناصب العليا رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة عبد المهدي؟ يعني الحقيقة هي حكومة عادل عبد المهدي لن يمضي عليها 6 أشهر، إنما الآن تجاوزنا الشهر السابع ودخلنا في الشهر الثامن، ولحد الآن هي حكومة ناقصة، وناقصة لأهم الوزارات اللي هي وزارة الداخلية والدفاع ما عدا الوزارات الأخرى. ولا نظن بأن الأيام المقبلة ستكون كافية لشغل هذه المناصب، كون ان هذه الحكومه التي ادعت بانها ستكون حكومه كفاءات وحكومه تكنوقراط، وعادل عبد المهدي اول ما كلف برئاسه الوزراء فتح نافذه الكترونيه لاختيار الكفاءات من عموم الشعب، تبين لاحقا بان المحافظه الحزبيه والطائفيه هي سيده الموقف في تشكيل اي حكومه عراقيه. وبالتالي رجعنا إلى نقطة الصفر، والشعارات التي كانت تطلق على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات بعيدة عن المحافظة الحزبية والطائفية كلها كانت مجرد كلمات يحاولون أن يخدعون بها الناس والشعب العراقي. أستاذ نظير، في هذا السياق وبالحديث عن هذه الوعود لشركاء العملية السياسية خلال فترة الانتخابات، ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم تأسيس حكومة تكنوقراط أو كفاءات؟ يعني النظام السياسي الذي تأسس في العراق ما بعد الاحتلال 2003 ولحد الآن تم تأسيسه على مبدأ المحافظة الطائفية ومن ثم المحافظة الحزبية، وبالتالي هيكل الدولة العراقية تم تشكيل على هذا الأساس. لذلك لا يجدون هؤلاء السياسيين وليست لديهم مصلحة بتغيير هكذا نظام محافظي، بل إن مصالحهم هي في هذا النظام ولذلك هم متمسكون به. وتجد أن السياسيين بدلا من أن يلتفتوا إلى معاناة الناس هم الآن مشغولين بموضوع المحاصصة والمناصب المهمة، ويعني كل ما يفكرون به حاليا هو مدى يعني المنفعة التي ستعود عليهم حزبيا أو طائفيا من تشكيل حكومة، أما حقوق المواطن فهي آخر ما يفكرون به هؤلاء السياسيين. ما مدى تأثير هذه الصراعات السياسية وعدم استكمال التشكيلة الحكومية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الذين يعانون حاليا من أضرار الحرائق المنتشرة في مختلف المحافظات؟ يعني تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع في فترات سابقة بأن هذا النظام الذي تم تأسيسه على المحافظة الطائفية والحزبية ستكون نتائج كارثية بالنسبة للمجتمع العراقي وبالنسبة للبلد بشكل عام. فكل المآسي التي حدثت وكنا نتكلم عليها قبل سنة وسنتين الآن نلاقي أضعاف هذه المشاكل، ولربما إذا استمر هذا النظام السياسي لسنوات أخرى ربما سنعاني من مشاكل أعظم مما هي موجودة الآن. فبالوقت اللي يعني عادل عبد المهدي الذي كان قبل أن يكون رئيس وزراء يكتب مقالات عن الحلول الاقتصادية التي يفترض أن تطبق بالعراق للخلاص من حالة التردي الاقتصادي، عندما أصبح رئيس وزراء وجدنا أن الاقتصاد يتراجع بشكل أكبر، ووجدنا أن المنتوج الوطني يتراجع أمام المنتجات المستوردة من إيران وباقي دول العالم، محاصيل التي يعتمد الناس في رزقهم عليها يتم حرقها، المنافذ الحدودية يتم استلامها من قبل الأحزاب التي تفرض الإتاوات على التجار لكي تغتني تلك الأحزاب. يعني نحن نعيش في مهزلة، نعيش في يعني دولة تعتمد الأحزاب عمل الماضيات والعصابات في تحصيل أموال الناس. يعني هذا لا أستطيع أن أتخيل ماذا سيكون الوضع بالعراق بعد سنين قادمة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.